بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. الفيديو ده انا عامله يعني هرغي شويه او هجاوب على بعض التساؤلات اللي بتتكرر. لو انت ملان او حاجه ممكن يعني بقيه الفيديوز فيها القصص يعني كله فيها شغل وشرح وكلام ده، بس الفيديو ده مجرد دردشه وانا عامله عشان احطه في البلاي ليست بتاعت اول قصة. اولا هو ايه الموضوع دوت، يعني احنا بنعمل ايه، يعني ايه German with a story. دي الطريقة طبعا الناس مختلفة يعني، لكن دي الطريقة بالنسبة لي الطريقة الامثل او اللي انا بتمناها لنفسي ان حد يعملها لي، ان حد بيجيب القصة ويقراها معايا ويفهمك الكلام وتبقى فاهم تركيبة الكلام عامل ازاي وبينطقهولك صح وهكذا. انا شايف انها طريقة مسلية جدا وطريقة مفيدة جدا، لان حد بيقرأ قدامك الكلام بيتقي مظبوط، فانت بتعرف تقرأ ازاي، بيشرح لك الكلام والكلمات بتتكرر، فالفوكاب طبعا والمحصلة اللغوية بتزيد عندك. في نفس الوقت بطريقة مسلية، كلام مرتبط ببعض وبنقرأ قصة، ممكن تعيش مع القصة وهكذا. الجرامر برضو بتستفاد بيه، لأنه وانت ماشي واحدة بتيجي دار واحدة بتيجي دس واحدة بتيجي دين، طب هي ليه دين مش ديم ولا مش عارف الكلام دوت. فأنا شايف انها طريقة مفيدة جدا بالنسبة لي، الطريقة المثلى وما فيهاش مجهود، انت مش بتعمل حاجه، ده انت قاعد واحد بيقرا لك وبيشرح لك وقصه كمان، يعني الموضوع ممكن يبقى فيه نوع من التسليه وهكذا. يعني اللي قريته برضو والله اعلم في ناس يعني اتعلمت بالطريقه دي، بيحكوا حسب ما قريت الشيخ محمد عبده عليه رحمه الله اتعلم الفرنساوي كده، جاي المدرس فرنساوي لا بأس به وجايب له الكتاب بتاع الايه جرامير، فالشيخ قال له لا احنا ما عندناش وقت نبتدي، احنا عندنا وقت نخلص، طلع لي ميزابل واقرا وصلح لي. السادات بيحكي برضه، في السادات ده كان رئيس مصر، بيحكي هو انا مش بتكلم في السياسه مبدئيا يعني، بس يعني شخصيه معروفه، هو بيحكي والله اعلم في المذكرات بتاعته ان هو اتعلم الالماني بالطريقه دي. لما تقرا مذكراته تلاقي ان هو معظم الوقت كان في السجن، والظاهر ان ده اللي نفعه لانه كان بيقرا كتير جدا. فكان في حد، هو كان في سجن الاجانب والظاهر كان في حد معاه، ما اعرفش هو حد من ابويه الماني او هو عاش في المانيا كتير او اتولد في المانيا، مش عارف، لكن هو بيتكلم الماني زي الالمان، المفروض هو الماني يعني. فايه وكان معاهم قصة فقعدوا يقروا في القصة، وعلى كلامه يعني ان هو وصل لمستوى تمام. وسمعت برضو ان هو السادات الانجليش بتاعكم كويس، ان هو برضو كان ايه عن طريق القراية، هو قاعد في السجن ومعاه قصة قاعد يقرا فيها. يعني بغض النظر عن الناس المشاهير او الناس معروفين، هو الاسلوب ده انا شايفه اسلوب كويس قوي. لكن ممكن برضو حد يقول عقدة او مشكلة ان في ناس تقول لك ان لو عايش في البلد هتكلم اللغة. هنا يا جماعة في حاجة يعني عايز اعلق عليها او اعرفها لكم، يعني انا بفضل الله سافرت كتير قوي، في كتير ناس عايشة في البلد بقالها كتير وما بتعرفش حاجة عن اللغة خالص. يعني انا حد أنا في ألمانيا قابلت ناس أتراك، في ناس أتراك تقريبا ما بيكلموش جيرمان، ما بيكلموش ألماني خالص، وفي ناس بيتكلموا ألماني مكسر. طبعا دول هتلاقيهم الناس الكبار، خد بالك بقى، خد بالك، أتراك الصغيرين هتلاقيهم طبعا بيتكلموا لغتهم الأم، اللغة يعني هما اتنين لغة أم، التركي والألماني. ليه؟ لو مولود هناك طفل حاجة تانية، إنما أنت سافرت وأنت كبير لو ما اتعلمتش مش هتتكلم. صاحبي في انجلترا حكاني عن واحد باكستاني عنده حاجة وستين سنة تقريبا، الراجل اللي عايش في انجلترا بقاله 40 سنة،
على كلام اللي قال لي. قال لي ما بيتكلمش انجليش. وبرضو حد قريبي في فرنسا قال لي في اعرف حد بقاله 20 سنة عايش في فرنسا بيتكلمش فرنسا. طب هما لو ايه الموضوع؟ مين اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلموا يا جماعة اللي يروح وهو صغير فعلا وخلاص يعيش في وسط الناس خلاص دي تبقى زي لغته، تدخلوا الحضانة وتدخل. طيب مين تاني اللي بيتكلم؟ لما يكون حد راح كبير بس اكبر ان هو يتعلم اللغة او اتعلمها لانه هو غاوي او بيحب. يعني اشهر مثال بيبقى الناس اللي هم طلبة الجامعة، هما بيروح المانيا حتى لو كان بيدرس الكورس بالانجلش لكن هو بيجبر ان هو يتعلم في كورس جيرمان لازم ينجح فيه ويبقاش سهل يعني. طيب وبعدين اللي بيحصل بقى ايه؟ انت الناس قدامك عمالة تتكلم، انت بالنسبة لك ضلمة دوشة حاجة ملاش لازمة خالص، لكن لما بتيجي علمك تبتدي تلقط، تبتدي دي الكلمة اللي انا عرفتها. فانت دلوقتي لما تتعلم جيرمان بالطريقة دي مثلا بعد كده ممكن انت تسمع الناس الالمان وتلاقي نفسك فاهمهم، او مع الوقت تقعد شوية خلاص تبتدي تندمج وتبتدي بقى خلاص فاهم كل حاجة، بتعرف تكلمهم يكلموك وكده. لكن ما تقوليش ايه انا اصلا هروح اقعد معاهم او ان انا اقعد اتفرج مش عارف على افلام ولا مش عارف ايه، ما هو برضو مش كده. الفكرة ان انت اصلا تبقى انت قاري الكلمة وعارف معناها وبعدين بتسمعها فبتفهمها وتاخد بقى على اللهجة ان اوكي هما بيتكلموا كده. انا مش بدعي ان هو طبعا انت هتعمل معايا ده كل حاجة. طيب من ضمن بقى الحاجات الاسئلة، يعني في ناس كانت زعلانة قوي ان انت بتتكلم انجلش، ان انت كنت بتترجم بالانجلش وفي ناس او بتشرح بالانجلش وفي ناس في ناس بتشتم وفي ناس شايفة ان دي حاجة كويسة. طب هو ايه؟ هو اصلا هي حاجة كويسة ولا مش حاجة كويسة؟ مبدئيا عشان يعني الناس تطمن ومحدش يزعل، انا اول في الاول خالص كنت determined ان انا هشرح بالانجليزي وبالالماني، وبعدين لقيت الناس زعلانة فقلت ياض مفيش مشكلة نشرح بالعربي بس، لكن ده مش معناه ان مش هستخدم الانجليش خالص، بيستخدم بس في حدود ضيقة يعني. فبداية من القصة التانية وانت طالع بقى هتلاقي ايه؟ مفيش انجليش تقريبا. طيب هو الانجليش حاجة كويسة؟ انا شايف ان حاجة كويسة، هو فعلا حاجة كويسة. ليه؟ لانه بس افهموني يعني، هي وانا مش بتنك عليكم ولا حاجة، انا من مصر مش عشان احسن من غيري في حاجة ولا حاجة يعني، كلنا ولاد ادم يعني، بس يعني ده المكان اللي انا اتولدت فيه. في مصر الناس التعليم عندهم اللي متعلم بيبقى على الاقل يعرف شوية انجليش لان هو حاجة اساسية موجودة في التعليم بس. طيب لما يكون حد بيعرف انجليش اسهل ان انا اشرح له الالماني بالانجليزي ولا بالعربي؟ لا كتير بيبقى اسهل ان انت تشرح له بالانجليش، او على الاقل توري له يعني تركيبه الجمله تشبه الانجليش في حاجات. فيعني مثلا ich habe getan I have done، خلاص كلمه الكلمه انا مش محتاج اشرح لك حاجه في الجرامر يعني. ايش يعني I verb to have وهم بيستخدم عشان التصريف الثالث موجود خلاص يعني. لكن في العربي فعلته لازم اشرح لك شويه. طب ما انا كنت بشرح بالعربي فعلا، بس هو ايه المشكله ان في حد مثلا اسهل له الكلمه او اسهل له الجمله وعين ابتدي اشرح لك انت؟ يعني هو في بعض الناس يعني بتتصور كانك بتعمل الحاجه دي لازم تبقى عشان هو بس، لا يعني خلوا في تسامح شويه يعني، وسع صدرك شويه. على العموم انا يا سيدي انا بطلت اي اشرح بالانجلش، فممكن تبتدي من القصة التانية مفيش مشاكل. اللهم صل على النبي. ده بالنسبة لاستخدام الانجليش، لا انا شايف ان هو حاجة كويسة، بس احنا بعد كده بقينا ايه لما نشير يعني الحاجة اسهل للانجليش خلاص نبقى نقول دي زي كذا وخلاص، لكن مش لازم كل كلمة او كل حاجة نشرحها بالانجليش. احنا بنكلم ناس بيتكلموا عربي، ويا ريت ما تزعلوش مننا يعني. ما هو انا برضو انا لو عايز سبسكرايبرز اكتر انا كان ممكن اشرح بالانجليزي بس وما اقولش ولا كلمه عربي.
خلاص، بس احنا برضو ايه عايزين يعني حبايبنا يستفادوا. وانا فاهم انه هو ممكن الزعل حصل بس لانه في اخواننا السوريين طبعا يمكن يكونوا من اكتر الناس اللي محتاجين يتعلموا جيرمن النهارده، لان كتير منهم الماني، قصدي جيرمن يعني الماني بس بالانجليزي لا مؤاخذه، السوريين في تعليمهم مفيش انجلش. فبالتالي يعني انا لما كنت بشرح في الاول، انا ده بالنسبه لنا التصور ان مفيش حد بيفكر يتعلم الماني الا وهو اكيد بيكون بيتكلم انجليزي، خاصه الانجليزي اهم وكده يعني. فاعذرونا في الموضوع ده. في ناس طبعا محترمين وقالوا لنا يعني ما يعني مفيش داعي للانجلش وبتاع، مع انه مش هيضرهم يعني. وفي ناس كانوا يعني ربنا يهدينا ويهديهم. حكايه السرعه يعني هو يا جماعة الموضوع نسبي، بس خلونا بالراحة واحدة واحدة. أول قصة، بطبيعة الحال لازم إن أنا أبقى بطيء، ده لازم يعني، لأن في ناس ممكن تبتدي معانا من يكون زيرو، ما بيعرفش حاجة خالص، ما بيعرفش يقرا، فده أنا عامل حسابي عليه. برضو مسألة إن أنت مش لازم الحاجة تبقى ديزايند عشانك أنت بالذات، لكن على العموم بعد كده وبعد أول قصة ابتدينا نعمل الآتي: كل فيديو أو كل قطعة كده هنقراها بشرحها الاول شرح بطيء، بس طبعا برضو مش زي اول قصه يعني، لكن هو شرح كلمه كلمه ماشي بالراحه، والاسلوب ان شاء الله ظريف ولطيف انت هتشوفه يعني، وان شاء الله ان شاء الله تتبسط يعني. وبعد لما اخلصها برجع اعيدها بشرح سريع، وبعدين برجع اقراها بالالماني بس من غير حاجه. وانت طبعا بعد كده ممكن انت تبقى تشوف بقى النيتف بيقراها، تشوف واحد الماني بيقرا تسمعه بقى في الاخر يعني. حلو، فده مساله السرعه. ممكن انت تبقى تسمع للفيديو او تبقى تسمع للايه اللي قلنا القصص اللي بعد كده ان هي اسرع، وممكن ان انت ممكن ان انت تفوت الشرح البطيء ده وتخش على السريع على طول، مش مشاكل. طيب بشوف كاتب كومنت. اول فيديو يا جماعه سامحوني، اول فيديو هو اول فيديو في اول قصه. في ناس كانت بتشكر ايوه مبسوطه، وفي ناس خدت بالها من حاجه ويعني بتشتمني وبتاع، وفي ناس بتعلق بذوق. اول فيديو خالص اعمله كان ال كنت جايب مايك اكسترنال وحاطط لازق بقي فيه، فالحركه العاديه بتاعت شفايفي بتبان في الصوت. هي حاجه مش سيئه قوي يعني، يعني الموضوع بس بعد كده احنا يعني بقيت خلاص ابعد بقي عن المايك او ان انا اسجل من غير حتى مايك اكسترنال وخلاص. بس وعلى فكره للعلم يعني في حاجات انا مش بشتم فيها، من الحاجات المشهوره مثلا بتاعت ميشيل توماس، الكلام ده موجود وباين قوي، ومع ذلك عادي وبنسمعه، احنا بنستفاد يعني، احنا بني ادمين يعني. وعلى العموم الموضوع ده بعد كده ان شاء الله ما يبقاش موجود يعني في اول فيديو بس. حقوق الملكية بتاعت القصص ديت، والله لا طبعا انا مش متفق مع الناس ولا حاجة، بس في حاجة يعني انا دلوقتي او اللي انا متصوره ان انا انت لو هتقرأ لو هتشتري القصة هتشتري ايه؟ ما هتشتري القصة اللي بتشرح لك. فانا بحسب فهمي ان لا يعني ده المفروض هم اللي يدفعوا لي فلوس. بس يعني انا بالعكس انا متصور ان انا بساعد حتى على مبيعات الكتب. يعني انت لو كنت هتشتري من باب اولى هتشتري القصه اللي انت بتسمع الشرح بتاعها. طب اجيب القصص دي منين؟ اكتب اسم القصه على الانترنت هتلاقيه، تقدر تروح تشتريه وهتلاقيه موجود على الانترنت، تشتريه بفلوس او هتلاقيه مضروب، او ممكن ان انت تروح هتعرف المكان اللي بيتباع فيه وتروح لو انت كنت في المانيا بقى، او ممكن حتى لو مش في المانيا ممكن تطلبه ويجي لك شيبمنت.
مستوى القصة، في ناس كتير يقول لك أهم حاجة عند القصة دي مستواها إيه. لا خدوا بالكم بقى يا جماعة أن الموضوع نسبي، يعني اللهم صل على النبي، يعني الموضوع مش قطع كده يعني، لكن هو ماشي. القصص دي بيبقى مكتوب عليها مستوى من A2 لB2، يعني في قصة مكتوب عليها A2، في قصة مكتوب عليها B1، في قصة مكتوب عليها B2. معناها ايه؟ يعني لو واحد مستوى متوسط يقدر يقرأ القصص دي، اكيد مش هيبقى فاهم كلمة كلمة، بس يقدر ان هو ايه، يقراها يستفاد منها وهكذا، ممكن تحسن له مستواه يعني. لكن خد بالك من حاجة، انت مش بتقراها لوحدك، انت في واحد بيقرا لك، فالموضوع بيختلف، ان هو ممكن تبقى انت في مفيش وفي حد بيقرا لك وبيشرح لك. لكن طبعا هتختلف، ان في واحد ما يعرفش خالص هيضطر يسمع الفيديو ده 20 مرة، وفي واحد لا متوسط وهكذا. طب انا استفاد منه لو انا في انهي مستوى؟ تستفاد منه، وتستفاد منه قد ايه، ده انت اللي بتحكم بيه، لان انت ممكن تبص للكلام تلاقي لا انت فاهم مثلا نص الكلام، طب ما انت هتستفاد. ممكن بالنسبه لك يبقى مراجعه، مجرد مراجعه. ممكن انت مش فاهم حاجه خالص في الصفحه وفي حد بيشرحها لك، طب ماشي، طالما انا مش ملان مش زهقان والشرح كويس ادينا بنستفاد. لكن في واحد يتفرج عليها مره، وفي واحد يحتاج يتفرج على كل واحده كذا مره وهكذا. لكن هي مثلا مستواها مش في السيهات، مش C1 وC2، وانت لو انت مستواك كده اكيد انت هتبقى عارف، انت هتيجي تقرا الكلام، انا مش محتاج حد يشرح لي والله، اقرا لي حاجه زي دي انا عارف، واخد بالك؟ او في التصور الشخصي يعني، الناس اللي في السيهات دول عايزين يقروا حاجات ادفانسد، حاجات اصعب من كده. اي حد اقل من كده طبعا الحاجه دي ممكن يستفاد منها جدا. طيب أي مستوى اللي ممكن يشتغل معانا؟ ممكن من الزيرو خالص، وممكن لغاية ما واحد يبقى مثلا في السيهات، يبقى أو قبل يعني الناس الأدفانسد أوي. بس زي ما حكيت، واحد يشوف الفيديو مرة وتاني يشوفه مرتين تلاتة. إيه تاني؟ احنا كده اتكلمت في نقط كتير، والله الموفق. القصص دي بقى منين او فين؟ بص يا سيدي، انا القصة دي او الفيديو ده احط لك تحت ان شاء الله، في احط pinned comment، احط تعليق واثبته بلينك لفيسبوك بيج. معلش، هي في البيج في تعليق مثبت، يعني انا هديك لينك، اللينك ده بيدي لينكات كده، كل لينك بيوديك لبلاي ليست لقصه، والقصص تبقى بالترتيب تمام التمام، وكل القصص ديت في اليوتيوب شانل بتاعتي. انا دلوقتي بفكر بعد كده، عشان ما ساعات بحط حاجات تانية ملهاش علاقة بالجيرمان وذ ستوري أو الألمانية مع قصة، ففي الناس بتتضايق، إيه ده؟ تلاقي حد بيقول لي خليك في الألماني، أنت مش هتحجر عليا يعني. بس عشان الأمور تبقى مرتبة، ممكن بعد كده أبقى أحط قصص في تشانل تانية أسميها جيرمان وذ ستوري. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.